مرحبا بكم اخواتي اخواني في وصفه جديده من وصفات مطبخنا سيرة. اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير ان غاتا، وصفه تقدروا ديروها في الفطور او العشاء في الايام العاديه او في الفطور تاع رمضان. اللي هو ان غاتا، هذا الغاتا غادي نديروه بالبطاطا والدجاج والمرق والطيب في الفرن. اذا لتحضير هذه الوصفه نحتاج الى المقادير التاليه: البطاطا، هنا راني دايره 5 حبات متوسطين، وانتم على حسب افراد العائله، اذا كنتوا بزاف يعني تكثروا ولا كنتوا قلال تقللوا يعني كميه البطاطا. راني مقطعتها قطع صغيره كما راكم تشوفوا هكذا، وقليتها، نملحوها ونقلوها في الزيت. الدجاج، كميه الدجاج انا اللي دايره هنايا كما راكم تشوفوا في خط وصدر، 4 حبات بيض، حبة بصل صغيرة شوية يعني متوسطة ولا صغيرة، غابي مبشورة كما راكم تشوفوا، معدنوس، شوية معدنوس ندو يعني شوية كمية تكون شوية معتبرة، معدنوس، زوج فصوصة ثوم مقطعين قطع صغيرة هكذا كما راكم تشوفوا. الفص يعني ماذا بكم يكون كبير، اذا كان صغير نديرو 3. والتوابل نحتاج الى الملح، القرفه، فلفل اسود او الحرور، وشويه تاع زعفران. وراح نحتاج الماء للمرقه تاعنا، اذا الماء من بعد عيننا هي ميزاننا، كي نديروا الماء نعبروا. انا هنا دايره 600 ملل، لكن من بعد في الطاجين تاعنا نعرفوا الكميه اللي راح نديروها. اذا بسم الله نبداو في طريقه التحضير. في الطاجين تاعنا نديروا شويه زيت، كي يحملنا الزيت مليح نديروا البصل تاعنا، نضيفوا له التوابل، اذا فلفل اسود، القرفه، الملح، والزعفران، نخلطهم هكذا نخلو البصل غير شويه يتقلى لنا معه مع التوابل. اذا هكذا غير تقلى لنا البصل شويه، نحطوا الدجاج تاعنا هكذا ونفرغوا فوقهم الماء، هكذا قلتكم يعني الماء عندكم هي ميزانكم، لكن هنا هكذا راكم تشوفوا الدجاج ما راش مغطي لنا مليح، اذا راح نزيد شويه ماء. اذا هكذا نزيد شويه تاع الماء هكذا، نخلطوا هكذا شويه، هكذا خلاص. اذا راح نغطوا على الطاجين تاعنا ونخلوه حتى دبلنا مليح هذاك الدجاج. هكذا كما راكم تشوفوا راح طابلنا الدجاج تاعنا ونغسلت المرقة كذلك. اذا خلاص الان راح نطفو عليها النار. اذا كي دبلنا الدجاج تاعنا كما راكم تشوفوا نفتوه هكذا، نقطعوه يعني غير بالسكين قطع صغيرة كما هكذا فوالا. والمرقة تاعنا هذه هي. اذا الان راح نجيبو البول تاعنا او سالادي، نديرو فيه اول شيء البطاطا اللي كنا كما قلت لكم قطعناها وقليناها هكذا، نزيدو لها المعدنوس. المعدنوس انا هنايا كنت مجمداته يعني كان في المبرد، على هذا راه مدبل هكذا شويه كما راكم تشوفوا، يعني جبدته من الكونجيلاتور. نزيدو الثوم تاعنا
نفرغوه كامل ونضيفو الدجاج اللي كنا قطعناه هكذا ونخلطو هادو كاع مع بعض. هكذا خلطوهم مليح هكذا. اذا نجيبو الصينيه تاعنا نكونو طبعا درنا لها شويه زيت ونفرغوا هذا الخليط تاعنا. هكذا ونمشوها مليح هكذا في الصينيه تاعنا. اذا نفرغوا فيها شويه تاع المرقه، هذه المرقه نحركوها شويه باش هذاك البصل والتوابل اللي يكونوا من تحت يطلعوا. خلطوها هكذا شويه ونفرغوها فوق البطاطا، لكن ما نفرغوهاش كاع، نفرغوا غير نصفها والنصف الثاني نحتفظوا به هكذا. هكذا ونخلو هاد شويه راح نحتفظوا بها كي تخرج من الفرن نفرغوها فوقها. نخلطوا البيضه تاعنا، اربعه بيضه اللي كنا درناهم، نديروا لهم غير شويه رشه تاع ملح هكذا ما نكثروش، لانه كما تعرفوا المرقه فيها الملح وكذلك البطاطا. اذا هنا في البيض نديروا غير شويه ملح باش مش ما تجيناش مالحه هكذا، ونزيدو نفرغوها في الخليط. هكذا انا نستعمل صينيه غير صغيره، يعني وانتم على حسب افراد العائله، درتو يعني افراد العائله بزاف تكثروا يعني البطاطا وكذلك ديروا صينيه كبيره. اذا هكذا نمشوا غير شويه الصينيه تاعنا هكا باش يمشي لنا البيض ويتخلط مع المرقه هكذا. خلاص الان الصينيه تاعنا راهي جاهزه، ندخلوها للفرن خلوها يعني تحمر لنا مليح مليح تعطينا هذاك اللون الذهبي ونخرجوها من الفرن. فوالا انا خرجنا الصينيه تاعنا من الفرن كما راكم تشوفوا. اذا نخلوها يعني غير شويه ما تطويش بزاف في الكوشه او في الفرن. رانا دخلنا كل شيء يعني طايب، فقط البيض يعني غير شوفوا داك البيض نشف لنا وطاب مع ديك المرقه. اذا خلاص نخرجوها من الفرن. اذا الان هذيك المرقه اللي كنا خليناها اذا نخلطوها غير شويه هكذا باش التوابل يطلعوا هكذا ونفرغوها مباشره فوق الكراتان تاعنا. هكذا ونعاودو ندخلوها للفرن باش تشرب لنا غير شويه هاد المرقه، يعني ندخلوها للفرن وهو طافي. اذا ندخلو الصينيه تاعنا قد ما تشرب لنا هاد المرقه في الفرن طافي، ونعاودو نخرجوها من بعد جاهزه. اذا هذا هو الغراتان تاعنا راه جاهز كما قلت لكم، خلوها غير شويه في الفرن يعني وهو طافي غير شويه قد ما تشرب لنا هذيك المرقه ونخرجوها. كي نخرجوها يعني خلوها شويه ترتاح كذلك برا ومن بعد تكون جاهزه للاكل، والمذاق يعني تجي رائعه ولذيذه جدا. ننصحكم تجربوها وديروها يعني في الغداء او العشاء او حتى يعني في فطور رمضان. هذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم. كالعادة نقولكم ما تنسوش الاشتراك في القناة. إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.